بداية أنا حابة أشكركم على هاللقاء مع إمارات اليوم. فرصة سعيدة جداً أن أتمكن اليوم أن أتكلم عن مجموعة جميرة وبادرتها الأخيرة في زيادة التوطين حالياً مع الهاشتاج حياكم جميرة. هاي الحملة الترويجية بديناها على أساس أن نحن حابين نعطي الفرص للمواطنين في كافة المجالات اللي موجودة عندنا في مجموعة جميرة، ونحن عندنا الحمد لله وظائف متوفرة للمواطنين الشباب والخريجين وحتى اللي عندهم خبرات وحابين يتطورون أكثر في حياتهم المهنية. نحن سوينا ثلاث برامج رئيسية للمواطنين. بداية أن برنامج جميرة للمواطنين للقادة، هذا يعطي الأشخاص اللي عندهم خبرة وحابين بس يكتسبون خبرة أكثر في مجال قطاع السياحة ويحبون أن نعطيهم فرصة أن يتمكنون ليوصلون لمراكز قيادية في قطاع السياحة والفنادق. ثاني برنامج عندنا هو برنامج مجموعة جميرة للتوطين الإداري. هذا البرنامج يعطي خريجين الجامعات الفرصة أنهم يكتسبون مهارات ويطورون من المهارات اللي عندهم حالياً في قطاع السياحة. وأخيراً عندنا برنامج جميرة للتوطين لخريجين ثانوية العامة حق الشباب. هذا البرنامج يساعد المواطنين في أنهم يكتسبون الخبرة في قطاع هذا ويطورون مهاراتهم اللي حابين يصقلونها. غير البرامج هاي نحن طبعاً وايد عندنا مبادرات للتوطين، خصوصاً مثل ما ذكرت الحملة الأخيرة اللي نحن سويناها هاشتاج حياكم في جميرة، هي عبارة عن يوم مفتوح، ونحن خلال السنة قاعدين نسوي هالأيام المفتوحة لتشجيع التوطين فيها. هاي الحملة نحن روجناها خلال التواصل الاجتماعي. عندي الأخت عليا شملان، هي المسؤولة عن العلاقات العامة وتنسيقها دائما يكون مع الجهات الخيرية برا المجموعة أو أي يعني من الشركات اللي حابة تسوي عمل اجتماعي. الأخت عليا كانت في برنامج من البرامج اللي متوفرة عن طريق مجموعة جميرة، والحمد لله بعد فترة البرنامج هذا اللي كملته وصلت لمنصب إداري الحمد لله. بداية أنا بديت مسيرتي في جميرة، مجموعة جميرة، يوم تخرجت من كلية التقنية العليا بتخصص علوم الاتصال الجماهيري. في بداية مجالي للبحث عن عمل معين تم العرض، عرضوا علي ثلاث وظائف مختلفة، ومنها كانت واحدة من اللي هي وظيفتي في مجموعة جميرة، وكان من ضمن البرنامج التدريبي للمواطنين في المجال الإداري. واخترت هذا المجال بشكل معين لأني حسيت أنه كان في تحدي، ما حصلت الشغل بسهولة أبداً، يعني كان عندي مقابلة أولى ومقابلة ثانية وكان في تقييم، فحسيت أن الموضوع صعب، مو بسهل الحصول عليه. وفي النهاية اختاروني أنا من ضمن مجموعة كبيرة وحسيت أني أنا متميزة، فبهاي الطريقة أثبت وجودي وأثبت نفسي أمام الإدارة في مجموعة جميرة، والحمد لله قدرت أتميز وحصلت اللي أبغي. في غضون سنة وسبع شهور ترقيت من assistant manager اللي هي نائب مدير إلى منصبي الحالي اللي هو مديرة قسم التواصل الاجتماعي، وأقولها بفخر وسعادة أني يعني أنا الحمد لله قدرت أتميز في مدة قصيرة، غيرها يمكن يأخذون في أماكن ثانية 3 إلى 4 سنين، بس بدون أي توقعات الحمد لله، يعني الله وفقني. اللي خلاني أختار قطاع السياحة لأنه مجال مثل ما يقولون دايناميك،
مجال فيه حركة، مجال فيه تواصل. وبشكل رئيسي أنا كإماراتية وكعربية المفروض أن أصلاً الضيافة تسري في دمنا، يعني من أهالينا وأجدادنا كلهم بتشوفين القهوة العربية موجودة عند مدخل البيت، يتريون الناس يدخلون ويستقبلونهم. فهذا الشيء بما أني أنا في شركة إماراتية واجبي أني أنا أصلاً أعكس دولتي فيها. يعني طبعاً بديت أنا كأسيستنت مانجر في قسم الفعاليات، فكنت أنسق أعراس، أنسق مناسبات، أعياد ميلاد في فندق أبراج الإمارات. وكان شغلي طبعاً يتطلب أني أنا أتم إلى الساعة 12 وحدة في الليل، أتم مع العروس، أستقبلها، أوصلها لين حجرتها. وكان هذا الشيء وايد ممتع بالنسبة لي، شيء جديد. وأهلي الحمد لله كانوا مسانديني، يقولوا لي مو مشكلة، أنت إذا حابة شغلك وعندك الباشن والرغبة في التميز في هذا المجال توكلي على الله وسوي اللي تبغينه. والحمد لله مع هذا مع المدة اللي أمضيتها في هذا المجال لاحظوا الإدارة كيف أن أنا حابة الشغل وكيف أني أنا قادرة أبدع فيه. وبهاي الطريقة اختاروني أني أنا أكون في المنصب الحالي اللي أنا فيه الحين، اللي هو مدير التواصل الاجتماعي Community Engagement Manager. فأشرف في مدينة جميرة على كل الفعاليات المجتمعية. ابتدينا نوظف معاقين في أقسام مختلفة في المنتجع. سويت وأسسنا مجموعة موظفين متطوعين فاسمها I Care Group. فكل الموظفين اللي حابين أنهم يتطوعون في أوقات الدوام وخارج أوقات الدوام يقدرون يشاركونا في هاي المجموعة. سوينا فعاليات مختلفة، فعاليات العيد الوطني ما كانت موجودة في منتجع مدينة جميرة، بحيث أن الضيوف يقدرون يشاركون فيها. لأول مرة في سنة 2015 فتحنا هاي الفعالية للعامة، فقاموا الناس يجون، احتفالات، فرق حربية، عروض. طبعا بشجع السيدات أنهم يشتغلون في مجال السياحة. الكل يمكن يفكر يقول والله لا، البنت يوم بتي ما بيكون عنده وقت حق أهلها. أنا أقول لكم عندي ولد وعندي زوج والحمد لله قادرة أني أوازن حياتي يعني بشكل ممتاز ومثالي الحمد لله. السر للتميز أصلاً في العمل وأنك أنت ما تحسين بالوقت في شغلك هو حبك لشغلك.